يا فرعون ايش فرعونك؟ ما لقيتش كي بيهيفير انديكيتور يلمني، زي ما في حاجه اسمها كي بيرفورمانس انديكيتور او مؤشر اداء، في حاجه اسمها كي بيهيفير انديكيتور او مؤشر سلوك. يعني ايه مؤشر سلوك؟ يعني الشركه ما لهاش اي قيمه لو قعدت تكتب القيم الجوهريه بتاعتها زي الامانه والنزاهه، لكن ما كانش في تعزيز للسلوكيات دي ان هي تشوف المدير الحرامي وما يترقاش حتى لو كان مدير شاطر، لان المدير ده هو اللي بيمثل قيم الشركه قدام الموظفين وبيبدا يخلق ناس وحشين زياده او ناس كويسين زياده.